أعزائي الطلبة، أولاً أرحب بكل الطلبة الجدد منهم والقدامى في هذه السنة الجامعية الجديدة. أود أيضاً أن أهنئكم على اختياركم لمسلك الجغرافيا، لأنه فعلاً اختيار صعب. لماذا هو اختيار صعب؟ فعلاً ففي ظل تعدد وتفاقم التحديات البيئية والسوسيولوجية، بالإضافة إلى تزايد تأثير العولمة، فإن تفاعلات الإنسان مع بيئته غدا لها انعكاسات أكثر تعقيداً وحدة مما كانت عليه فيما مضى. وهنا تظهر أهمية الجغرافيا الحديثة، حيث أنها تضم مجموعة من العلوم التي تتيح فهم الإشكاليات والظواهر المتعلقة بكوكب الأرض بعمق وبكل حيثيتها، مع التركيز على التداخل الحاصل بين ما هو طبيعي وما هو بشري. وتعد وحدة علم المناخ أو الجغرافيا المناخية من بين الوحدات الأساسية في الجغرافيا، وهي جزء من الجغرافيا الطبيعية. وكما تعلمون، فإن العالم يعيش مجموعة من التغيرات والتحولات، منها التغيرات المناخية، وتؤثر هذه التغيرات المناخية على سير عيش المجتمعات، حتى أنها أصبحت من أهم قضايا الرأي العام، تعقد لها ندوات علمية ومجالس حكومية ومؤتمرات على أعلى الأصعدة والمستويات. بطبيعة الحال، نحن من خلال وحدة الجغرافيا المناخية لن نتطرق إلى موضوع التغيرات المناخية في حد ذاتها، وإنما سندرس المبادئ الأولية لعلم المناخ، وسوف يتم تعزيز هذه المبادئ الأولية فيما بعد من خلال وحدة المناخ الدينامي، وهي وحدة تدرس في الأسدس الثالث من مسلك الجغرافيا. أعزائي الطلبة، كما قلت سابقاً، فلقد أصبح موضوع المناخ قضية من قضايا الرأي العام، وهذا في حد ذاته شيء إيجابي يعرف به أكثر ويظهر مكانته المهمة من الناحية العلمية والمجتمعاتية والاقتصادية. لكن على مستوى آخر، فكونه أصبح من قضايا الرأي العام أتاح لكثير من غير المتخصصين الخوض فيه، حتى أصبحنا نسمع بمغالطات وتناقضات كثيرة بعيدة عن المبادئ والأسس العلمية. وهنا أؤكد على أهمية الدراسة الأكاديمية لعلم المناخ، التي ستمكنكم كطلبة في سلك الجغرافيا من اكتساب معارف ومهارات خاصة بالمناخ، من شأنها أن تنمي لديكم الحس النقدي وتمكنكم من التمييز بين الخطأ والصحيح. وهكذا، فإن وحدة الجغرافيا المناخية الخاصة بالأسدس الأول تهدف إلى التعريف بالعناصر الرئيسية للمناخ، منها الحرارة والضغط الجوي والرياح ورطوبة الهواء والتساقطات. سوف نتعرف على هذه العناصر في تفاصيلها، من حيث شروط وظروف تكوينها والآليات المتحكمة في هذا التكوين. بالإضافة إلى فهم الآليات المتحكمة في عناصر المناخ، تهتم الجغرافيا المناخية أيضاً بتوزيع هذه العناصر في الزمان والمكان والآليات المتحكمة في هذا التوزيع، وهو ما يسمى بتعاقب الليل والنهار وتعاقب الفصول، تبعاً لحركتي دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس. لكن قبل ذلك، سوف نتعرف أولاً على المنظومة المناخية وكل عناصرها، بالخصوص كل ما يتعلق بالإشعاع الشمسي وبطبقات الغلاف الجوي ومكوناته الغازية والكيميائية. تتكون هذه الوحدة من محاضرات نظرية ودروس توجيهية تطبيقية لترافو ديريجي أو لتيدي. سوف تستوفون المحاضرات بصفة حضورية إن كان السياق الوبائي الذي نعيشه يسمح بذلك، وإلا
فإننا سوف نضطر للعودة إلى التعليم عن بعد. بالنسبة للدروس التطبيقية فقد تقرر أن تتم عن بعد منذ البداية، وذلك عبر تطبيق مودل المتوفر على البوابة الإلكترونية للكلية. وهنا أؤكد أعزائي الطلبة على أنكم يجب أن تكونوا عنصراً فعالاً في هذه العملية. التعليم والتعلم عن بعد ليست عملية أحادية التفعيل، واعلموا أيضاً أنها ليست عملية سهلة بالنسبة للأستاذ وتتطلب منه مجهوداً مضاعفاً، ويجب من طرفكم أن تثمنوها باهتمامكم وبعملكم الجاد. تحتوي هذه الوحدة أيضاً على عمل ميداني، حيث سوف يتم تنظيم زيارة إلى المديرية الجهوية للأرصاد الجوية ببن سرقاو نواحي أكادير، نتعرف من خلالها على كيفية قياس وتسجيل المتغيرات المناخية من حرارة وضغط جوي وغيرهما. سوف نقسم طلبة الأسدس إلى مجموعات صغيرة للقيام بهذه المهمة في أحسن الظروف بتنسيق مع المديرية الجهوية للأرصاد الجوية. ويشكل أعزائي الطلبة الحضور والمساهمة الفعلية أثناء الدروس التطبيقية عاملين أساسيين لتحقيق النجاح في هذه الوحدة، سواء بالنسبة للدروس الحضورية أو تلك التي ستتم عن بعد. ويدمجان أي هذان العنصران الحضور والمساهمة في سلم تقييم الوحدة أي سلم التنقيط. بالنسبة للآفاق المهنية، اعلموا أن التخصص في علم المناخ عن طريق تكوين الماستر والدكتوراه له آفاق واعدة، خصوصاً إن كان هذا التخصص مقروناً بتمكن جيد من اللغتين الفرنسية والإنجليزية بالإضافة إلى اللغة العربية. فبالإضافة إلى التعليم بجميع مستوياته الأكاديمية أي الإعدادي والثانوي ثم الجامعي، يمكنكم أيضاً يمكنكم هذا التخصص أيضاً من العمل كأطر في الجامعات المحلية، أطر في المؤسسات المعنية بإعداد التراب والتعمير، كأطر في المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي مثل المنظمات غير الحكومية الوطنية أو الدولية، كأطر في المؤسسات الدولية المعنية ببرامج التنمية المحلية. يمكنكم أيضاً أن تعملوا في إطار مكاتب الدراسات لي بيغو ديتود، أيضاً في الأرصاد الجوية، ثم الدراسات المعتمدة على علم الإحصاء. أخيراً أكرر ترحيبي بكم في هذه السنة الجامعية الجديدة، وأتمنى لكم كل التوفيق.